الله والصلاة والسلام على رسول الله. سلام تبارك الله، ان شاء الله كامل تكونوا بصحة وعافية وانتم تشوفوا هذه لا فيديو. انا نتابع الحمد لله يا ربي. اليوم جيت معاكم طريقة تاع ترقاد الحرور او تخزين الحرور لمدة طويلة. نعرفوا بلي رانا في وقت الحرور، هذا يجي رقيق ولا صغير ولا كبير، اي نوع تاع الحرور، يعني ماشي شرط صغير كما راني ديته انا، غادي نرقدو لكم، يعني غادي تستعملوه في الشتاء ويجي بزاف بنين. كيما هنا انا عندي كونتيتي من الحرور، كنت ديجا غسلتها مليح، عندي الملح والخل. جيبي قرع اللي عندك، تبغي ديرهم بلارة تاع زداج، تبغي ديرهم كيما انا غير هكا قرع نورمال تاع ماء معدني ولا تاع جو، يكونوا ملاح وتبلعيهم غير. اول حاجه نديرها، كنت ديجا غسلت القرع وعقمتهم مليح ودرحت لهذاك الحرور بعد ما غسلته. شوفوا اوبليجي تلبسوا لي كون باسكو يكونوا حار، سيتو لا كان حار بزاف. انا هذا اللي كان عندي كان حار بزاف. شنو نبدا كيما راكم تشوفوا معايا، شوفوا واش بديت ندي بالحبه تاع الحرور ونتقب بالحبه كيما راكم تشوفوا معايا. لازم هذه العمليه باش يدخل لها الملح من الداخل وما تفجت ما تفسدش عندنا، عفوا الحار، يعني ما يخسرش الحار عندنا. نبداو كيما راكم تشوفوا، نبدا بالحبه ونعمر في القرع. تبغي ثاني اللي ما عندهاش القرع هكا صغار، بوادين زيت ولا بوادين الماء عادي، يعني في اي بيدون ديريه. عنده شرط هذا الحرور باللي ما تجبديهش الا بعد 15 يوم من التصبار تاعو، 15 يوم من هالي رقدتيه. والحاجه الزوجه كي ترقديه ديريه في بلاصه ظلمه، يحتاج بلاصه ظلمه مده 15 يوم. بعد 15 يوم تحليه وتبداي تاكلي فيه ويجي بزاف بنين. يعني عن تجربه انا هذا رانا نخدمه في الدار من زمان، يعني دي كامل يخدموها بهذه الطريقه. لهنا شوفوا بديت كيما كنت تشوفوا لهنا بديت نعمر في القرع تاعي. يعني كي يكون صغير يكون خير، انا نفضل نرقدو كي يكون صغير باسكو يدخل لي في القرع الصغار. القرع الصغار علاه؟ قرع صغار باش تخدمي به مده اطول. يعني باغ اكزومبل نتوما تاكلي الحرور بزاف، تجبدي قرعه صغيره تكملك 3 جوغ 4 جوغ، احسن ما تجبدي بيدون اللي تكمليه كامل. بعد لهنا ما كملت القرع تاعي كيما تشوفوا، عمرتهم كاع، عمرت الصغار وليتكم وعمرت الكبار وليتكم، يعني تنجمو ثاني في صغار ترقدوهم. نروح نجيب الملح، هو ياكل لك كونتيتي شويه تاع ملح واش تاع الخل. في كل قرعه ندير تقريبا 2 مغارف تاع ملح حتى 3 مغارف، هذا في المينيموم. تبغي تزيدي الملح ما تكثريش الملح بزاف، يعني كاع كي تروحي 3 مغارف ونص ملح بزاف. انا نهضر على القرع الكبار، الصغيره ديري فيها مغرف ونص ولا، انا عيني ميزاني مين راني خدمت كونتيتي مليحه وليت نعرف كونتيتي تاع الملح اللي محتاجها. نعمرهم بالملح ونزيد لهم الخل ونخليهم لمده 3 ايام بلا ما تزيد لهم ما تزيد لهم والو. يعني ديري الطريقه اللي درتها انا، الملح والخل اشاك فوا، كل مره تبداي تخلطي القرعه تاعك وتحطيها، يعني تقلبيها وتحطيها وتخليها لمده 3 ايام. لازم في 3 ايام هذوك يقعد هذا الحار تاعك في بلاصه مظلمه، يعني في بلاصه فيها ظل، ما ديريهش للشمس وما ديريش للسخانه باش ما يخسرش. ثاني حاجه الحار يكون جديد كي تولي تخدمي فيه، يعني ماشي الحار يكون عنده مده في الثلاجه تاعك بعد تجبدي تخدميه، بيان سور ما غاديش يخرج لك بنين. مي كي يكون الحار جديد من بعد كي تخدميه غادي يجي بزاف بزاف بنين. لهنا بعد ما زدت لهم الخل، درت لهم يعني بكميات متساويه باسكو الخل والملح تعرفوهم يخدموا دور الحافظ. نديرهم هكا كيما كتشوفوا معايا، نبلعهم ونخدهم مليح باش يتجانس لي الخل والملح ونحطهم بتيها. انا عليه قلبتهم على الغلاق تاعهم باش يهبط لي هذاك الملح مع الخل. قلت لكم لمده 3 ايام ونخلوهم بتيها، وفعلا يجي بزاف شباب، خير من اللي تشريه من برا مصبر ما تعرفيش مده التصبير تاعو شاهي. هذا تخدميه في الدار تعرفي انت شكي خادمه. كيما قلت لكم ثاني، لازم يكون الحار جديد، يعني مشي يقدم تجي تخدميه ما يخرجش بنين، يعني يكون الحار تاعك جديد غير كيما شريتيه خضر فريش هكا ديريه. خليتهم انا لمده 3 ايام. بعد 3 ايام شرح جبت لهم، جبت الثوم والماء، يعني اختياري الثوم والماء، الثوم عفوا ماشي الماء، الثوم تبغي ديريه ولا لا، الثوم والماء والرن. لهنا عمرت شفتوا القرعه تاعي كامل ونقلبها. لهنا كي نقلبها غادي تبدل لون الماء تاعي باسكو غادي يتخلط مع هذاك الخل والملح. شوفوا كيف رجع اللون تاعو. لازم لهنا تكون الماء يعني حتى يبلع القرعه نيشان. نخلوها لمده 15 يوم يتصبر لنا، ونروحوا للطريقه الثانيه. هادو بعد ما فات 15 يوم، نروحوا للطريقه الثانيه نوريلكم فيها كيفاه خدمتو. الطريقه الثانيه تخدم كانه حماس،
هذه الطريقه تجي بزاف بنين. لهنا شوفوا حكمت كانوا عندي ريسان تاع حرور لي يكونوا كبروا لك ولا طولوا لك شويه في الفريجيدر، يعني هذوك يكونوا جدد وهذو اللي بقاو لك شكون طولوا. شوفوا معايا نجي ليهم نحي لهم الراس. ايوا انا بون نحيت الراس هكا باسكو ما كانش عندي لي غون باش نحي لهم كامل الزريعه، تعرفوا كون نخدم به بالزريعه ونروح للماء يصرا فيا الويل. بون نحيت له الراس وقطعته كيما راكم تشوفوا معايا كيما هاك، وحطيتهم في الكسكاس تاعي. لهنا كنت دايره ديجا القدره ولا البرمه تاعي تسخن بالماء وعمرت الحار كامل تاعي. هذا الحميص يجي بزاف بنين سيتو راه الشتاء جاي، ناكلوا به العدس اللوبيا الصوالح سخونين يجوا مع العدس يجوا عفوا يجوا مع الملح يجوا بزاف بنين. كيما كنتو تشوفوا معايا حاولت نحي لهم الزريعه تاعهم ما نديرهمش بالزريعه، ودرتهم كامل في داك الكسكاس تاعي ودرتهم يفوروا. انا لهنا زدت لهم حبات تاع فلفل حلو احمر، كنت باغيه الدرسه هذه تاعي ولا تجي شويه حمراء، ما كانش عندي الفلفل الاحمر الحار بزاف، زدت له الحلو، زدت له حبه ولا زوج يعني كيما تبغيت، سينو ما عندكش تنجمي تخدمي هكا يعني فلفل اخضر فقط، ويجي بنين بنين. هذا يجي بزاف بنين، هذا الدرسه ديريه مع الشكشوكه مع يجي بزاف بنين. ومام هذو وقتهم باش نخدموه يعني دوكا هذا الحار والفلفل قبل ما يروح لهم الوقت تاعهم. لهنا بعد ما نديرهم يفوروا لي، شوفوا لهنا شوفوا معايا خليتهم فاروا بيان هبطوا كاع من داك الكسكاس، ديجا غطيتهم لازم تغطيهم، وجيت نرحيهم. بعد ما تجي ترحيهم تخليهم يبردوا بيان، وجيت نرحيهم لهنا بالاشواغ تاعي. شوفوا يعني الكميه اللي ديريها غادي تقلال كي تفور غادي ترجع النص تاعها باسكو يروح منها كاع داك الماء وترجع النص. نرحيها بيان بالاشواغ، ما عندكش اشواغ مرحات يدويه عادي ترحيها بهم. هذو المده قلت لكم تحت التصبار تاع هذا الحار اللي مرحي يقعد لكم لمده تقريبا شهر ولا شهرين في الثلاجه عادي. مهم مهم ما تحليش البطاطا، اذا حليتي البلاره تاعو لازم تاكليه. هذو هما الشروط اللي لازمه. لهنا شوفوا كي رحيتو بيان رجع لي كي الحميص. لهنا نروح نطيبو، كي نروح نطيبو شنو ندير؟ بون تبغي تخدمي بزيت الزيتون تبغي تخدمي بزيت العادي، انا خدمته بالزيت العادي. ديري الزيت درت معاه شويه ثوم ودرتهم يتقلاو لي بيان، من بعد زدت لهم الحار تاعنا وبديت نقلب فيهم بيان بيان باش هذاك الثوم والزيت يعطولو بنه، يعني ما نديروش بالماء تاعو يجي سامر. راني نخبر فيكم على مده التصبير تاعو، قلت لكم ديريه في بلارات تاعك بغردهم تاع نيلون ولا تاع زداج وتحطيه في الفريجيدار تاعك، راه قاعد جديد. تجبديه لو فات لي حليتي لابواط تاعك لازم تكملي لابواط تاعك، كون تحلي لابواط وتخليها مده طويله راح يخسر يتاكسد نعرفوها كامل. معناتها كي تجبديه هذاك البيريود اللي جبتي فيها تكونسوميه كاع، ومشباب شباب مين شباب غادي تكونسوموه واكيد راح يعجبكم. لهنا زدت هذاك الحار كامل تاعي وخليته يتقلى. لهنا نستناه حتى ينشف منه الماء، راه الحار تاعي مازال فيه الماء، نقعد نقلب حتى ينشف منه الماء. يعني ما يديلكش طريقه ما يديلكش الوقت، هو جاي كي ترحيه لوديغ تاعو غادي يحرقك باسكو تكون الحراره بزاف. بون هذا الفيديو بغيت نقول لكم بلي صاحبتي تبغي الحار بزاف ودرتو على جالها ان شاء الله راه تشوف الفيديو، درتو على جالها باسكو تموت على الحار ودرتو على جالها هذا الفيديو. تبغي ترقد الحار تبغي تاكلو هكا حميص سبيسيال ليها. لهنا كما كنتو تشوفوا معايا بديت نخلط فيه بشويه، كل مره تبدي تخلطي تخلطي حتى تشوفيه نشف منه كامل الماء كما كنتو تشوفوا معايا. كيما شفتو كيشف مام هذاك الزيت نشف منه. لا انا كنت انا شريت هادو لي بورتمونجي، شوفوا بزاف شابين جايين خمسه شريتهم ب 100 دينار يعني 10000، بزاف شابين وبزاف براتيك. لهنا جبت الحميص تاعي بعد ما طاب وبديت نعمر فيه في لي بواط تاعي كما راكم تشوفوا، يعني كونتيتي صغيره تاعهم وتشد لي قيمه 3 جوغ 4 جوغ اللي يكونوا ياكلوا الحار مليحه بالبزاف. لهنا بديت نعمر كامل في لي بواط تاعي. وتبغي تزيدي لهم لهنا انا نسيت لهم اكليل الجبل يعني الزعتر تزيدي لهم وزيت الزيتون. انا درت لهم غير زيت الزيتون ما درت لهمش الزعتر، ما كانش عندي الزعتر في الدار، درت لهم غير زيت الزيتون يجي فيهم جو ولا اروع. تبغي تزيدي لهم شويه ملح، بون انا في المونتاج ما بانتش الملح كي درتو، زيدي لهم شويه ملح وتحتفظي بهم في الثلاجه، يعني الذوق تاعهم رائع رائع. ننصحكم تجربوه البنات، تنجموا ثاني تحتفظوا بهم في الثلاجه يعني في الكونجيلاتور ماشي في الثلاجه عاديه، يعني في المجمل
يجي بزاف 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 بنين. نتمنى البنات تجربوا هذا الوصفه اللي عطيتها لكم اليوم، كانت خفيفه ظريفه، يعني هذا هو وقت اللي نخدموا فيه. وتخلوا لي رايكم في لي كومونتير، ما تنساونيش بجعم ودعم دعم دعم القناه، دائما نحاول نجيب لكم كل ما هو جديد وكل ما هو يعني يوالمكم ويناسبكم. لهنا وصلت لافين تاع لا فيديو، غادي نوريكم الشكل النهائي تاع الحار تاعي على طريقتين، هذا هو اللي كان مرحي وهذا هو الحار تاعي بعد 15 يوم من خليته في القرعه ما درتش به. شوفوا كي تبدل لا كولور تاعو، لا كولور تاع الماء. ان شاء الله ان شاء الله يا البنات ان شاء الله تجربوا الفيديو، ونقول لكم السلام الفيديو جديد ان شاء الله.